بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. امتحان متوقع للصف الخامس الابتدائي، النظام الجديد 2020. الامتحان إن شاء الله شامل للمنهج كله، وهنفهم الطالب يحل كل سؤال ازاي بكل بساطة. هنبدأ طبعا بأسئلة الامتحان. نتعرف اولا، السؤال الاول هو سؤال استماع، استمع واعمل دايرة. هو هيقول لي على كلمة انا هسمعها واعمل عليها دايرة. فاول كلمة ليدل او ليدل، امريكان وبريتش طبعا. ليدل اللي هي قليل او صغير، والتانية بودل بالامريكان وبعضل بالبريتش. طبعا كلا الكلمتين هو هيقول لي واحدة فيهم، تمام، بادل أو ليدل. فأنا طبعا اللي هسمعها هعمل عليها دايرة. التانية بقى سيستر أو سويمر. سيستر اللي هي الأخت، وسويمر سباح. في فرق طبعا، سيس لكن هنا سويم، سويم في فرق واضح قوي. التالتة توكد ووكد. طبعا توك يتكلم ووك يمشي، جابهم هما الاثنين في زمن الماضي بإضافة اي دي. فطبعا الاي اذا جاب بعدها حرف ايه اللي بنطقها واو، عشان كده قلت تو تو توك، وهنا وو وو ووك نفس الموضوع، ايه بعدها ال. تمام، اللي هسمعها هعمل عليها دايرة. ده سؤال سهل محدش بيخطأ فيه. هنا بقى انت ممكن تخطأ في حرف، لان السؤال ده عبارة عن محادثة وعايزة تتكمل بكلمات، وانت اللي هتعمل الكلمات دي، هو برضو هيقولها لك وانت هتكتبها. فطبعا المحادثة بين فاطمة ومنى، وبيتكلموا عن الغداء. فبيقول لي what time is it، الساعة كام؟ راحت منى قالت لها it's 3 o'clock، الساعة 3. I am space، وجاب لي نقط فاضية. هو هيقول لي بقى اكتب في النقط الأولى hungry، I am hungry، أنا جوعان. لازم أكون عارف الحروف كويس بتاعت كلمة hungry علشان أعرف أكتبها، I am hungry، أنا إيه، جوعان. بعدين قال له let's have lunch، يلا ناكل الغدا. طبعا قالت لها منى حاجة for lunch today، طبعا هتقول لها ايه what's، what's for lunch today، عندنا ايه على الغدا النهاردة. قالت لها chicken and fried space، عندنا فراخ وحاجة محمرة، طبعا rice، fried rice، رز ايه، رز رز يعني ايه محمر. اوه اتس ديليشوس، قالت لها دي حاجه لذيذه قوي. قالت لها از ذير اني ثينج تو سبيس، في حاجه علشان مش عارف نعمل ايه. فطبعا الراجل هيمليك كلمه ايه، درينك، درينك، في حاجه نشربها. قالت لها في اورانج جوس، عصير برتقال. تمام، ده كان السؤال الاول والتاني. اما السؤال التالت فطبعا عباره عن اربع كلمات، المفروض ان انا اطلع الكلمة المختلفة واجيب بدلها حاجة من اسرة باقي الكلمات. فاول كلمة معايا داونلود يعني يحمل، تمام، بيتزا او بيتزا اللي هي البيتزا، كيك اللي هو الكيك، باي فطيرة. فطبعا كده المختلفة كلمة داونلود، لان هي دي مش تبع الاكل، هما كلهم حاجات بتتاكل ما عدا دي، يبقى هنطلع دي ونجيب بدلها حاجه تاني. طيب كوكد وتشيس وبلايد وواشد، كلهم واضحين ان هما اخرهم اي دي ما عدا كلمه تشيس اللي هي شطرنج، يبقى برضو هنطلع لعبه الشطرنج ونجيب بدلها حاجه فيها اي دي. سيرستي عطشان، وكيرفول حريص، وطول طويل، وسباشيتي مكرونه، طبعا دي اكله ومفيش اكلات تاني، يبقى اذا هي المختلفه هنطلعها ونجيب بدلها حاجه. وينتر سمر فول، دول فصول السنه، وجايب وسطيهم كلمه ستريت، دي مش من فصول السنه، يبقى هنطلعها ونجيب بدلها حاجه. سبون معلقه، تشوك تباشير، بان حله، بليت طبق، طبعا دي اللي هي غلط هنشيلها ونجيب بدلها حاجه تاني. تعالوا نشوف هنجيب ايه بقى. الاكلات اللي قدام دول وصفهم فعل، نطلع كلمه داونلود ونجيب بدلها مثلا بريد، خبز، اي اكل انت عارفه، اي حاجه بتتاكل يعني. تمام، طيب هنا كلهم افعال اي دي ما عدا تشيس شطرنج، طبعا نشيل ونجيب بليت، اي حاجه فيها اي دي. بليد موجوده، فاحنا ممكن نغيرها مثلا بتشوبد، بمثلا كليند، بفينشد، انا ما خدتش بالي منها. طيب بعدين سباشيتي طبعا هي المختلفه، هنجيب بدلها صفه زي جود يعني جيد. تمام، بعدين فصول السنه، انا شايف الشتاء والصيف والخريف، يبقى ناقصين الربيع. حد فاكر الربيع اسمه ايه؟ طبعا سبرينج، سبرينج الربيع. تمام، طيب سبون ملعقه بقى،
وتباشير وطاسه وطبق. طبعا كده احنا عايزين حاجه تبع الايه، تبع اللي بنحط فيها الاكل، فممكن تكتب فورك، شوكه، بوت اللي هي الاناء، او ديش اللي هي طبق. تمام. طيب دول كانوا اول مجموعه معايا في الكلمات المختلفه. هنا بقى السؤال الاختياري، انت بتحاول انك انت بتقرا الجمله كويس وتشوف تختار ايه الاجابه الصحيحه. Do you have space money؟ فاكرين في الوحدة التانية الولد اللي كان بيعزم البنت على عصير وما لقاهاش فلوس، فهو قال لها I don't have enough money، أنا مش معايا فلوس كفاية. فطبعا هنا عاوز كلمة enough قبل كلمة ايه، قبل كلمة money. مش هينفع strong، ما فيش حاجة اسمها فلوس قوية، ولا favorite فلوس مفضلة، ولا فلوس تقيلة. هو هنا عايز heavy عشان يقول لي enough ايه، money فلوس ايه كافية. طيب I am going to space a test on Tuesday. طبعا هنا going to طبعا يجي بعدها الفعل في المصدر بدون اضافات، فطبيعي ان احنا هناخد ايه، have. انا عندي تيست يوم الثلاثاء. The library المكتبة is across space، طبعا across from. واحد هيقول لي دي بتاعت سنة ستة، هقول له علينا في خمسة، في الوحدة الخامسة هتلاقيها across from في الجانب الآخر. فهو عايز يجيب كلمة across يبقى عايز معاها ايه، from، across from. طيب زي نقط كاردس yesterday، yesterday تدل على زمن الماضي، فطبيعي ان انا هاخد ايه، بلايد، هم لعبوا، لعبوا وخلصوا، هم لعبوا كده ايه، لعبوا الكاردس الكوتشينا امس. تمام. دي كانت اسئله الاختياري. هنروح بعدين لسؤال القطع اللي هو عليه 5 درجات، وسؤال مهم جدا. طبعا بيقول لي بنتي بتقول اسمها هبه وهي في سنه 5 وبتصحى الساعه 7 وده وقت الفطار عندها، وامها بتجهز الفطار، وهي بتفطر بيض وفول وبتشرب لبن وبتاكل مع أسرة وبتروح المدرسة بالباص وبتحب المدرسة جدا. تعالوا نشوف بقى. هبة is in primary 6، بيقول لي إن البنت دي في سنة 6، صح الكلام ولا غلط؟ طبعا هنقول له ده فولس، الكلام ده فولس. ليه فولس؟ علشان هي مش في سنة 6، هي في سنة 5. تمام. طيب هبة has breakfast with her friends، بتفطر مع أصحابها، برضو الكلام ده فولس. ليه؟ لان هي بتفطر مع الفاميلي، قالت انا بفطر مع الاسره، مع الفاميلي اهو، مش مع الفريندز. طيب هبه جوز تو سكول اون فوت، بتروح المدرسه على رجليها. هي دي الحته المهمه بقى. هنا بقى بيقول لي هي اي جو تو سكول باي باص، بتروح المدرسه بالباص، يبقى دي برضو فولس، التلاته فولس. تمام. طيب بعدين بقى بيقول لي هبه وين متى، وين داز هبه، وين متى، امتى بس هبه جيت اب تستيقظ. لو انا بصيت هنا هلاقي جيت اب اهو ات 7 o'clock، الساعه 7، يبقى الاجابه هتبقى طبعا ات 7 o'clock، الساعه 7. هو بقى مين بقى اللي بيطبخ الفطار؟ طبعا البنت قالت ماذر كوكس بريكفاست، فانا هكتب ماذر عشان هي اللي بتطبخ الفطار. تمام. ده كان سؤال القطعة. نيجي بعد كده للأسئلة الأخيرة، سؤال الترتيب. طبعا ببدأ بالكلمة اللي تحتها خط، لازم أكون حافظ المحادثات كويس وعارفها عشان أعرف أشتغل عليها. فبيقول لي walk أول حاجة هبدأ بيها، وطبعا هجيب بعدها تو اللي هي امشي عمارتين، لو انتوا فاكرين الدرس بتاع الست اللي بتدور على المتحف، فهيقول لها ايه، walk two blocks and turn left، امشي كده ايه عمارتين وبعدين اتجهي يسارا، turn left. تمام. طيب الصورة التانية، الجملة التانية قصدي، did نقط اول حاجة هبدأ بيها did، وطبعا هجيب بعدها فاعل، فعل مساعد بيجي بعديه فاعل، did، يبقى did he، بعدين sit the table، هل هو جهز الترابيزة، did he set the table. تمام. طيب what بقى، what يجي بعديها على طول الفعل المساعد، يبقى what did، بعدين تلاتة هشام، انا عملت بدلها اتش اهو، what did هشام do yesterday، هشام عمل ايه امبارح،
طبعا ده ترتيب الجملة الصحيح. بعدين I am I am يجي بعدها I N G يبقى I am looking for my razor، بيدور على الأستيكة. تمام، بيدور على الأستيكة بتاعته. نيجي بقى لسؤال تكوين الجمل. انت بتبص في الصورة كويس وتحاول تعمل جمل. اول حاجة انا عملت جمل سهلة واضحة للكل. اول جملة the girl is eating، انت ممكن تقول ايه I can see a girl، انا شايف بنت. the girl is eating، البنت بتاكل. تمام، بعدين it's 3 o'clock، الساعة 3. ممكن اقول له ايه كمان I can see a clock، انا شايف ساعة. يعني ايه اربع جمل مش جملتين اهم مثلا يعني. بعدين she is having lunch، طالما الساعة 3 يبقى ده ميعاد اللانش. she is having lunch. ممكن واحد يقول ايه، يقول نوع الاكل بقى she is having مثلا chicken او french fries ها او ساندويتش او جوز، تقدر تقول اي حاجه طبعا. بعدين she is happy، هي بتاكل يبقى هي happy، سعيده. تمام، السؤال الاخير لما نيجي نعمل بقى تصحيح علامات التركيب. طبعا الجمله بيكون فيها اربع اخطاء او ثلاثه، بس في الغالب بيبقوا اربعه. في الاول تعرف لي ان في واحده في الاول، لازم اول حرف يبقى كابتن، وفي الاخر لازم تحط ايه نقطه او علامة استفهام اذا كانت سؤال. فمثلا هنا بدأت بضاز، يبقى ده سؤال، يبقى هنحط علامة ايه استفهام. هنبدأ بدي علشان هي عايزينها كابيتال، وحاطين علامة الاستفهام في الاخر. عايزين بقى الغلطتين اللي في النص. منى اسم شخص، يبقى لازم يكون الحرف الاول منه كابيتال. الكسندريا اسم بلد، يبقى لازم يكون الحرف الاول منه كابيتال. يبقى انا كده هعمل اسماء الاشخاص واسماء البلاد. اه مش بس بقى ده، اسماء الاشخاص واسماء البلاد واسماء الاماكن المشهوره وايام الاسبوع والمواد الدراسيه كل ده، والضمير اي، كل ده لازم يبقى ايه، وشهور السنه لازم يبقى الحرف الاول منه كابتن. علي went to the park on Friday، هنا علي، وطبعا Friday الاف بتاعتها، ودي جمله احط ايه نقطه. ده كان الامتحان. لو انتوا عايزين امتحانات كمان اطلبوا مننا في التعليقات، واحنا ان شاء الله هنحاول نوفر لكم امتحانات كتيرة بهذا الشكل لو انتوا استفدتوا منها. متنسوش الاعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.